الرحمن الرحيم، الاخوة والاحباء، اهلا بحضراتكم فيديو جديد. من الحاجات اللي عجباني قوي يعني ومخلياني كده يعني اشعر بسعادة غامرة يعني هو التحدي والاصرار الاعلامي على تصدير الاشكال الضالة على اختلاف اشكالها وانواعها والوانها للمواطنين او للناس او للمتلقين. في اصرار غير طبيعي عند الاعلام او عند جزء من الاعلام ان هم يظهروا ويتم القاء الضوء من خلالهم على نوعيات سيئه جدا من البشر. وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده كتير، ولسه مقدم لحضراتكم فيديو من فتره بسيطه من ايام قليله عن اللقاء اللي تم مع واحده اسمها مساجده ومصفف الشعر اللي اسمه وحيد ده. يعني وقلت ليه الناس دي بيتم اظهارها والقاء الضوء عليها رغم ان هم يعني اقل من العادي وناس ما عملوش اي حاجه، ولكن يبدو ان في اصرار كده، اصرار واراده وعزيمه عند الاعلام او زي ما انا قلت عند جزء من الاعلام عشان بس ابقى منصف في كلامي ان هم يتم القاء الضوء من خلالهم على هذه النوعيات. انا اتكلمت قبل كده وعرضت نماذج كثيره جدا زي اللي انا بعرض صورهم امام حضراتكم، وقلت ليه الناس دي ليه بيتم استضافتهم في البرامج؟ ليه يتم تلميعهم؟ ليه يتم تقديمهم على ان هم دول النماذج المضيئه اللي في حياتنا؟ وبالتالي الموضوع ده بيخلي الشباب يقتدي بيهم او يعمل زيهم عشان خاطر هم كمان عاوزين يشتهروا او عاوزين يظهروا او عاوزين يتم القاء الضوء عليهم، فبالتالي يمارسوا نفس الهبل والعبط اللي دول بيعملوه. يمارسوا او يعملوا نفس الهبل والعبط والحاجات المجنونه اللي دول بيعملوها، وبالتالي زي ما انا قلت بعد كده او على المدى القصير او المدى البعيد هنلاقي عندنا اجيال كامله من التافهين، اجيال كامله ناس ما عندهاش اي حاجه خالص، ما فيش في عقولها اي حاجه لان الكل بيتجه للهيافه اللي جزء من الاعلام بيسلط الضوء عليها عشان ينقلها للناس، وبالتالي الناس زي ما قلت ايه بيحصل عندهم زي حاله من التأثر الشديد وكله بيتجه الاتجاه ده عشان هم الناس كلها عاوزة تشتهر، يعني او الغالبية العظمى من الناس عاوزين يتم القاء الضوء عليهم زي النوعيات دي. افاجأ خلال اليومين الماضيين دول ان في لقاء معمول بقى مع يعني شخصية يعني من الشخصيات اللي قرفانة شخصيا على السوشيال ميديا، ويعني ما شاء الله يعني من الشباب الواعد فعلا، يعني شاب من الشباب الواعد اللي بيقدم شيء جميل وشيء عظيم، واللي انا بدعو كل الشباب المصري انه يقتدي بيه. طالما ان الاعلام بتاعنا عاوزنا نقتدي بالاشكال دي، يبقى انا من خلال القناه بدعو الشباب بتاعنا ان هو يقتدي بالاصناف دي، خلاص عشان خلاص البلد تروح في داهيه يعني بشكل مبرم بقى، يبقى يخضع عليها قضاء مبرما لما خلاص كلنا نقلد الاشكال دي. طالما الاعلام ودي رسالة الإعلام، طالما انتوا عاوزيننا اللي احنا نقلد الأشكال دي أو عاوزين الشباب يقتدوا بالأشكال دي، خلاص دعوة مني للشباب قلدوا الأشكال دي وخليكم كلهم زيهم عشان البلد يتم القضاء عليها قضاء مبرما، ما دام الإعلام حابب كده عشان تستريحوا وعشان تنهدوا وتنبطوا كده. فزي ما قلت لحضراتكم شاب من الشباب الواعي جدا، يعني ما شاء الله ما شاء الله بيقدم شيء عظيم وخدمات جليله لهذا الوطن، الا وهو هذا الاخ اللي ظاهر في الصوره امام حضراتكم. انا ما اعرفش مين الواد ده ولا يعني اي زي ما قلت يعني وقع يعني من انهي زي ما انا دايما بستخدم اللفظ كده انهي حفره من حفر جهنم القت هذه الاشكال الضاله علينا، ولكن ده عيل من العيال اللي طالعين على السوشيال ميديا. انتوا عارفين يا جماعه ان السوشيال ميديا يعني الظهور عليها بيبقى ظهور عادي وظهور مجاني، يعني مش مطلوب مثلا، ما بتشترطش مثلا عشان اي حد يقدم اي محتوى عليها انه يكون ذو موهبه، ان هو يكون عقليه مستنيره، ان هو يكون شخص مثلا عنده حاجه مهمه عشان يقدمها للناس عشان الناس تستفيد، لا اي حد عاوز يعمل اي حاجه على السوشيال ميديا بيعملها. وشفنا كميه يعني القنوات والحسابات اللي اتعملت خلال الفترة الماضية وتحديدا من 2020 بعد بقى الوباء اللي كان حصل ده، فناس كتير جدا 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 بدأت انها تدخل وتعمل قنوات والكلام ده كله على اساس ان هم يستفيدوا من هذا الامر. طيب اللي له فيها واللي ملوش فيها واللي بيعرف واللي ما بيعرفش واللي عنده حاجة يقدمها واللي ما عندوش، كل الناس دي دخلت اي حاجة في اي حاجة. الاخ ده من ضمن الناس اللي دخلوا يلا في وسط الزحمه، يعني هي جت عليه هو يعني يلا في وسط الزحمه كده والهيصه كده. طيب
ده بقى يعني بيقدم ايه؟ بيقدم عبط. يعني عشان بس نختصر الكلام ما نقعدش نلف وندور، ده واحد بيقدم عبط زيه كتير جدا، او زيه زي كتير غيره كتير جدا بيقدموا عبط زيه. يعني هل بيقدم حاجة محترمة؟ لا. بيقدم حاجة مفيدة؟ لا. بيقدم حاجة يعني مفهومة؟ حتى مفهومة لا، محدش فاهمه ولا حد عارف هو بيقول ايه ولا بيقندل ايه. فاذا بينا نفاجأ بان الاعلام جايبه وعلى نفس القناة اللي اعتادت انها تستضيف كل الاشكال اللي انا عرضت لحضراتكم صورهم دول، وبيقدموه بيلمعوه بيقولوا قصة حياته قبل الشهرة ومش شهرة. شهرة مين؟ شهرة مين وملوخية مين اللي انتوا بتتكلموا عليه؟ شهرة مين؟ الله ينتقم منكم، الله ينتقم منكم والله، هتودوا البلد في داهية بتصدير الاشكال الوضيعة دي لينا. شهرة ايه وهبل ايه وعبط ايه؟ مين ده اصلا؟ مين ده اصلا وعمل ايه عشان خاطر تطلعوه وتعملوا معاه لقاء؟ هو انتوا خلاص البعد عميتوا في عينين اللي خلفوكوا؟ يعني ما انتوا شايفين الشباب المحترم يا جماعة؟ والله العظيم اللي بيحصل ده حرام. ممكن حد يقول لي خلاص انت اتكلمت كتير بقى خلاص اسكت. انا مش هسكت طول ما ده بيحصل. انا حريص والله العظيم، لان الحاجات دي بتتصدر لابنائي، الحاجات دي بتتصدر لابنائنا جميعا، والابناء بيتأثروا بيهم. انا ازاي اقنع ابنائي يا جماعة بالعقل وبالمنطق كده؟ ازاي اقدر اقنع ابنائي او اي حد من حضراتكم ان انت ذاكر واجتهد وادرس وخلي عندك يعني نبوغ وعبقرية واخترع واعمل عشان خاطر تشتغل؟ طب ما هو سكة الشهرة سهلة اهي، سكة الشهرة سهلة اهي، اللي انت تبقى بتاع مهرجانات او انت تبقى عيل هايف زي العيل ده كده او اي حد تاني من اللي بيقدموا عبط وهبل واسفاف وانحطاط واي حاجه من الحاجات المهببه دي، وعادي وهيطلع وهيشتهر وهينتشر. يبقى ايه لازمتها بقى المذاكره ووجع القلب والتعب ده كله؟ انا حريص مش بس اقول على بلدي ولكن على اسرتي، على ابنائي وعلى ابناء حضراتكم اللي الكلام ده بيتصدر لهم. الناس دي بتتعمد انها تخلي الاشكال الضالة دي اشكال مؤثرة في المجتمع وفي الناس، وبالتالي الناس زي ما قلت وخاصة الاولاد الصغيرين والشباب الصغير بيتأثروا بالحاجات دي، وكله زي ما قلت لكم يحول مسار بقى، عارفين يحول مسار، ياخد كده سكة تانية يروح في الطريق ده. مين الناس دي وليه بيتم تقديمها؟ هي مصر خلاص نضبط يعني؟ مصر نضبط ما عادش فيها عقليات محترمة يعني؟ والله انا والله فعلا انا حزين على اللي احنا وصلنا له ده والله، واللي البلد دي وصلت له. يعني حتى الاعلام ما بيعملش حسنة لوجه الله في حق للناس ويقدم لهم نماذج محترمة، عشان لما النماذج دي، وانا قلت الكلام ده قبل كده والله وهقوله تاني لان دي قناعات شخصية عندي انا ما بغيرهاش، لما النماذج المنحطة دي تتقدم لأنا هقول لابني ايه، لكن لو طلعوا نماذج مشرقة، نماذج كويسة، نماذج اشتغلت على نفسها وتعبت وذاكرت واجتهدت، هقول لابني وهو قاعد جنب اقول له بص عشان تبقى زي ده، عشان تطلع زي كده، وعشان يصادفوك في الاعلام زي كده ويلمعوك او تبقى مشهور او تبقى شخصية معروفة لازم تجتهد وتتعب وبتاع. لكن في ناس ما عملتش اي بطاطا في حياتها، ناس بتعمل كل اللي بتعمله عبط وهبل، اي حد ممكن يعمله، اي حد ممكن يعمله. يبقى ليه؟ فين التميز بقى يا جماعه؟ فين التميز؟ انا بسال والله العظيم سؤال ويا ريت حضراتكم تجيبوني عليه. فين المفروض ان اللي بيلقى عليه الضوء هو الشخص المتميز؟ ده اللي انا اعرفه، ده اللي الجيل بتاعي اتربى عليه، اللي بيتم القاء الضوء عليه هو الشخص المتميز. المتميز في اي مجال، المتميز في حرفة، المتميز في دراسة، المتميز في علم، المتميز في أي شيء، المتميز في أمور دينية، المتميز. يبقى في حاجة، في ميزة عند الشخص ده، عشان كده أنا بطلعه وبقدمه، والميزة دي هتعود بالنفع على المجتمع، مش بس إن هو عنده ميزة خاصة بيه، لا، الميزة دي إيه مقدار نفعها لهذا المجتمع؟ في الحالة دي ألقي الضوء عليه، هو ده الصح. لو إحنا كنا عاوزين نطلع لقدام ما نفضلش في القيمة التقيلة اللي إحنا فيها دي. ولكن للأسف الشديد اللي بيحصل غير كده. الضوء لا يلقى إلا على زبالة المجتمع، مع احترامي لكم في اللفظ، أنا مش قادر، مش مفيش ألفاظ بقى أستخدمها أكتر من كده أو أكتر تهذبا من كده. في بلدنا لا يلقى الضوء إلا على قمامة المجتمع. يبقى إزاي إحنا هنعلم أبنائنا وقلنا أبنائنا إن أنتوا تبقوا تجتهدوا وتشتغلوا وتعملوا كذا، كان هم دول اللي بيلقى عليهم الضوء وهم دول اللي مصدعينها بسيرتهم؟
يعني انا ما بتكلمش على الشخص ده في حد ذاته او الواد ده، انا ما اعرفوش ولا موهبه ولا علم ولا اي بطاطا ولا اي بتنجان ولا اي زفت، ولكن انا بتكلم على القاء الضوء على النوعيات دي. ايه الاصرار ده عشان خاطر تضيعوا البلد وتضيعوا الشباب باللي انتوا عمالين تستضيفوا في الاشكال الوضيعه دي ليل ونهار؟ لا حول ولا قوه الا بالله. والله لو انتوا قاصدين تدمروا، لو اعداء البلد ما تعملوا فيها كده، والله العظيم لو اعداء البلد ما تعملوا فيها كده، اللي انتوا تصدروا الاشكال دي وتلقوا الضوء على الاشكال القذره دي عشان خاطر في الاخر الشباب كله يضيع لانه كله هيقلد، بلا ما نقدم الناس المحترمه. وزي ما انا قلت وطننا مليان، انا قلت بلا المره مليون مره في فيديوهات كتيره جدا، ورجعوا حضراتكم الفيديوهات، قلت ان بلدنا مليانه ناس محترمه ومليانه شباب محترم ومليانه ناس عقلياتها رهيبه سواء في كل المراحل العمريه، يعني في اطفال عباقره وشباب عباقره ورجال عباقره ونساء ليه دول ما نطلعهمش؟ هم دول نطلعهم ونصدرهم وخلي كل واحد بقى يبقى في حجمه. يا جماعه كل واحد المفروض يبقى في الحجم بتاعه. عيل زي ده يطلع ليه؟ حجمه ايه؟ وزنه ايه؟ ايه هو العبقريه والابداع يعني اللي نور مصر او نور يعني العقول بتاعه الشعب المصري عشان خاطر اطلعه؟ ده واحد بيعمل عبط على السوشيال ميديا اهو مطلعه. ولكن النهارده الاعلام ما بقاش يدور على مين المحترم وطلعه، بيدور مين الترند وطلعه. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده، الترند عندنا هنا كله عباره عن اشياء غريبه ومريبه. عشان الواحد يطلع ترند لازم يعمل حاجات غريبه ومريبه وحاجات في منتهى السفاله وحاجات في منتهى اللي هو ده الترند السهل والسريع. اعمل حاجه غريبه، اتكلم بطريقه غريبه زي الواد ده كده، مش هتطلع ترند. لكن هتتكلم بشكل عادي وتعمل حاجه عاديه ولو حتى عملت حاجه متميزه وحاجه عظيمه، ولكن مش هتطلع ترند ولا حاجه. اتقوا ربنا في هذا البلد وفي هذا الشعب، وسلطوا الضوء على النوعيات اللي تستحق تسليط الضوء عليها. زي ما انا قلت، العقول اللي عندها عبقريه وعندها ذكاء وعندها يعني في المعيه كده عندهم، وممكن ان احنا نستفيد، هذا الوطن يستفيد بيهم. ولكن مطلعين لي اللي اسمه بقاله ده ليه؟ عشان ايه؟ مين ده اصلا؟ وطالع يهبب ايه؟ هو وشويه المقاطيع اللي طالعين بيعملوا لي سكتشات على السوشيال ميديا بيمثلوا تمثيل مطين ومهبب على دماغهم ودماغ اللي خلفوهم، ولا لهم في البطاطا ولا لهم في التمثيل ولا عندهم موهبه ولا عندهم بتنجان، ومطلع لهم لي وقبل كده غاده شحاته المجنونه وقبل كده مش ايه يا اخوانا الاشكال دي، وواحده مطلع لها لي كل بلطجيه هي وبتاع الشعر وبتاع ايه الاشكال انتوا بتطلعوها دي؟ ايه الاشكال دي؟ انتوا قاصدين، انتوا عايزين ايه؟ قولوا لنا احنا يا جماعه عندنا مخطط لتدمير هذا الوطن. وانا والله العظيم اقول لكم شكرا، انا خلاص مش هتكلم طالما انتوا اعترفتوا بهذا الامر. خلاص قولوا لنا احنا عاوزين ندمر الوطن ده وندمر الشعب ده، خلاص براحتكم، اقول لكم جو اهيد اعملوا اللي انتوا عاوزينه، ولكن احنا نفضل نواجهكم، ولكن هحترم فيكم كده. لكن انتوا بتدمروا ولكن بتعملوا ان انتوا بتلقوا الضوء على الشخصيات الغلبانه مش عارف. طب ما الغلابه كتير، اصل في تعليقات جت، وده التاثير بقى عشان قبل ما اختم مع حضراتكم، تعليقات جت على الفيديو بتاع الواد ده يقول والله ده بيتكلم يقعد يقول اصل انا كان عندي مش عارف ما كنتش بغير لمده سنتين وبلبس لبس واحد لمده سنه ومش عارف ايه والكلام ده كله. فالناس بقى يا سلام بقى تبدا انها تدخل تتعاطف، ها، ويقولوا ايه والله يا جدع والله ده واد غلبان ومش عارف. طب ما الغلابه كتير يا اخويا انت، وهو ما الغلابه كتير يا اخويا، هم ما فيش غلابه في البلد غير ده؟ ما الغلابه مالين الدنيا وفي ناس مش لاقيه تاكل وناس نايمه في الشوارع وناس بتاكل من الزباله. اشمعنى ده بقى اللي انتوا شايفينه غلبان يعني؟ شغل الصعبانيات اللي هم بيطلعوا يعملوها دي، انا بتكلم على حجمه ايه الواد ده عشان يطلع في الاعلام؟ صفر صفر. يبقى ما يطلعش في الاعلام، ما يتمش القاء الضوء عليه، كل واحد يقعد في حجمه، ده يشتغل بقى يروح يشتغل اي شغلانه. ولكن واحد يطلع يعمل شويه هبل، الناس طبعا من العقليات المهببه اللي بقت موجوده في المجتمع بتاعنا يطلعوه ترند، فخلاص انتوا استلفوه، بيستلفوا اي حد ترند، المهم تبقى ترند. بتعمل ايه بقى مش مشكله؟ بتبوظ ايه مش مشكله؟ بتخرب ايه مش مشكله؟ بتقدم اي بطاطا في البتنجان في الزفت على دماغهم مش مشكله. بيقول لك اصل غلبان ومش عارف، لا يا اخويا الغلابه كتير، انزلوا دوروا على الغلابه اللي بجد،
الناس اللي شقيانه، الناس التعبانه، ليش اللي شايله الطين على دماغها عشان تعرف تعيش، لكن دخلت سكه الهبل والعبط ومش عارف ايه وبتاع. اتمنى اللي احنا نفوق، والله العظيم لو ما فوقنا من الهبل اللي احنا بنعمله ده والاشكال القذره اللي احنا بنقدمها للناس دي، والله العظيم هتكون النهايه مدمره. هيظهر عندنا جيل كامل من التافهين، وده شيء في منتهى الخطوره. نقدم الناس المحترمه، الناس المثقفه، الناس المتعلمه، الناس اللي بتشتغل وبتنتج بجد، مش بيعملوا اي عبط ويقولوا اصل دول غلابه. الغلابه اللي بيشتغلوا بجد وبينتجوا بجد قصص الكفاح الحقيقيه اللي فعلا وصلت اصحابها الى اماكن عاليه جدا او الى مناصب او الكلام ده كله، دول اللي نقدمهم. الشباب المستنير، الشباب المحترم، هم دول اللي نقدمهم. لكن نوعيات دي نقدمها ليه؟ اتمنى ان احنا نفوق قبل ما تجينا فوق كده. وزي ما كان بيتقال ان الانسان ما بيفوقش بالطبطبه، لازم تجيله مرزبه على دماغه كده عشان تفوقه. الظاهر احنا محتاجين المرزبه دي. ربنا يستر علينا جميعا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.